والله كابتن هاني اللي بيزيد من صعوبة المباراة برضو ان الكابتن طارق العشري زي ما قال الكابتن علاء، هو في المباريات النهائية دايما مع النادي الاهلي بيكون عنده نسبة توفيق شوية، وزاد كمان ان هو عايز يثبت للناس كلها ان فوزه في ماتش الزمالك ما كانش صدفة، هو قدم عروض كويسة لسه ماسك، فعايز يبتدي ببطولة تفرق في مشواره التدريبي ويضم البطولة دي للبطولات اللي هو حققها. اكيد يا كابتن. الكابتن طارق العشري برضو مدرب محترم ومدرب كبير وليه تاريخ وعمل اسم من ايام حرس الحدود، كان عامل فرقه محترمه جدا وكان فرقه مرعبه فعلا في الدوري المصري، كان موجود معاه مجموعه من اللعيبه، مجموعه مميزه جدا، وفعلا قدر ان هو ياخد بطولتين من النادي الاهلي سنه 2009 2010. ويعني انا كنت موجود في ماتش السوبر ده، كان اول ولايه للكابتن حسام البدري. كنت متواجد؟ كنت موجود في المباراه دي بعد ما رجعنا من بطوله ويمبلي على طول، كان اول ماتش لينا السوبر وخسرنا الماتش ده 2-1، وكان في طرد لاحمد السيد الماتش ده، وكان عندنا يعني عدم سوء توفيق غير طبيعي الماتش ده. والكابتن طارق العشري من نوعيه المدربين كابتن اللي هو يعني ايام ما كان مستر جوزيه كان موجود، حتى الكابتن علاء كان حاضر ايامها، كان بيقول لك ان انا بتعلم من مستر مانو جوزيه، وده مش عيب، مش صحيح. عيب لما بتكون مدرب وتيجي مثلا بيكون في حد اعلى منك في شغلك وان انت تتعلم منه، ده حاجه مش عيب بالظبط. وبرده حاجه تحسب للكابتن طارق ان هو من اول الناس اللي لعبت 4 4 2 في مصر، لو تفتكر من 2008 هو اول واحد فعلا دخل لعب بالطريقه دي في 2008 في 2007 2008 بالظبط، هو اول واحد لعب بالطريقه دي، وكانت مجازفه كبيره جدا صح. منه لان كان ما فيش حد في افريقيا كان لسه لعب بالطريقه دي، وهو كان يعني احنا عارفين كابتن طارق العشري دايما بيعتمد على الكرات الطويله والحاجات اللونج بول والحاجات دي كلها، لان بيبقى عنده ناس مميزه في المكان الاسترايكر بيقدر ان هو يستخدمهم كويس. طبعا مباراه صعبه جدا، انا شايف مباراه صعبه. طبعا نادي طلائع الجيش نادي كبير ونادي محترم ومؤسسه كبيره جدا، وعاملين فرقه كويسه زي ما الكابتن علاء قال، عاملين تيم كويس السنه دي بصراحه، يعني كابتن عبد الحميد بسيوني يعني كويسه، وقدر ان هو يعمل توليفه كويسه وسكواد كويس، قدر ان هو يوصل لنهائي كاس مصر، فطبعا دي حاجه تتحسب له برده. كابتن طارق يعني زي ما قلنا مباراه صعبه، هو يعني الكابتن طارق عارف النادي الاهلي كويس جدا وعارف تقريبا يعني مفاتيح اللعب للنادي الاهلي، بس انا اعتقد ان مستر موسيماني النهارده عنده اكيد مخبي لنا حاجه، زي كل ماتش بيبقى في حاجه جديده بيقدر ان هو يطلعها، بيقدر يشتغل على الفرقه اللي قدامه، ما بيمشيش على نظام معين، لا هو بيشوف الفرقه اللي قدامه بتلعب ازاي وبيلعب على نقط الضعف بتاعتها. فانا شايف ان النهارده المباراه هتبقى خططية اكتر من وتكتيكية اكتر ما هي هتبقى في الملعب. طبعا اللي بيفرق في الماتشات دي الروح، طبعا روح النادي الاهلي كلنا عارفينها وعارفين، وكذا ما كابتن اسامة قال ان انت عندك دفع كبير جدا ان انت تحصد النهاردة الثلاثية النهاردة، وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي السوبر الافريقي تقدر ان انت تزود من رصيد البطولات عندك، فدي فرصه ذهبيه للعيبه اللي موجوده، وانا شايف ان اللعيبه عندها عطش يا كابتن البطولات، يعني يعني مش ان هم خدوا بطوله خلاص بقى ان هم الموضوع بالنسبه لهم يكتفوا بيها والكلام ده، لا انا شايف ان هم يعني بلغه الكوره كده جعانين، عايزين ياخدوا بطولات كتير، عايزين يحققوا نفسهم اسم كبير، فده انا شايف النهارده الماتش اللي فات كمان كان بيدل على كده ان النادي الاهلي فعلا يعني اللعيبه نازله عايزه محتاجه ان هي تاخد بطولات، عايزه تعمل الشوط الثاني بالذات الروح العاليه فرقت معانا بالظبط، فاعتقد النهارده المباراه هتبقى حماسيه وهتبقى فيها كلام كتير قوي ان شاء الله، وبالتوفيق طبعا للنادي الاهلي باذن الله ويحقق النهارده المكسب ودايما كده في انتصارات ان شاء الله باذن الله.